تعالوا مع بعض كده نطمن على حالة شوارعنا النهاردة، وعلى طول نروح لزميلنا محمد الأيوبي المتواجد دلوقتي في الإدارة العامة للمرور. يا محمد صباح الفل، إيه الأخبار عندك؟ طمنا كده بالصوت والصورة. صباح الخير يا لميس، وصباح الخير يا جاد، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة صدى البلد. بالفعل احنا في الإدارة العامة للمرور الجيزة عشان نعرف الحالة المرورية لشوارع وطرق محافظة الجيزة والميادين كمان الرئيسية والكباري الرئيسية اللي بتوصلنا من داخل محافظة الجيزة لخارج محافظة الجيزة. خلينا نبدأ جولتنا المرورية النهاردة من أولى كاميرات الإدارة العامة لمرور الجيزة، وهي من زي ما احنا شايفين ده منطقة عند التقاطع اللي بيوصل لشارع البطل أحمد عبد العزيز. زي ما احنا شايفين الاتجاه القادم من الدقي اللي رايح للبطل أحمد عبد العزيز في سيوله مروريه كويسه، وايضا الاتجاه القادم من البطل في متجه لمناطق الدقي زي ما احنا شايفين دي سيوله مروريه مفيش اي مشاكل في هذا الاتجاه. لو نزلنا هنا ده طبعا ميدان الجلاء، زي ما احنا شايفين ميدان الجلاء فيه بعض الاحجام المروريه لكنها متحركه بسبب اشارات المرور، سواء اللي داخل لميدان الجلاء من شارع الجيزه او القادم من شارع الجيزه وداخل على مناطق الدقي وبعد كده مناطق كوبري قصر النيل، هنلاقي انه في هنا سيوله مروريه كويسه. لكن القادم من شارع الجيزه زي ما احنا شايفين هنا في بعض الاحجام المروريه بسبب اشارات المرور، فناخد بالنا من هذه المنطقه. لو هنروح لاتجاه اخر ومحور اخر، وده زي ما احنا شايفين منطقه ميدان النهضه المؤديه لجامعه القاهره، في سيوله مروريه في الاتجاهين سواء اللي رايح لجامعه القاهره او القادم من جامعه القاهره ناحيه حديقه الحيوان، هنلاقي انه في سيوله مروريه سواء هنا او هنا. لو نزلنا هنا ده شارع التحرير في الدقي، زي ما احنا شايفين شارع التحرير ده الطريق المؤدي لمحور صف اللبن، هنلاقي انه في سيوله مروريه كويسه ايضا، والقادم من ميدان من شارع التحرير رايح على منطقه ميدان الجلاء برده في سيوله مروريه كويسه، مفيش اي مشاكل في منطقه الدقي زي ما احنا شايفين. هنروح لاتجاه اخر ومنطقه اخرى، ده طبعا كوبري عباس، كوبري عباس محور مهم بيوصل لجامعة القاهرة أيضا، هنلاقي إن في سيوله مرورية كويسة أيضا، ده نفق عباس زي ما احنا شايفين متحرك، في أحجام مرورية لكنه متحركة، وهنا في برضه سيوله مرورية في كل الاتجاهات اللي داخلة أو اللي خارجة في اتجاه كوبري عباس أو اللي رايح لمنطقة بعد كده البحر الأعظم برضه في سيوله مرورية. هننزل هنا ده طبعا كوبري 15 مايو، دي ده يعني من الواصل من محور 26 يوليو ورايح على مناطق وسط البلد، هنلاقي انه في هنا احجام مروريه وكثافه مروريه بسبب طبعا ان ده توقيت الذروه، لكن الاتجاه الاخر اللي رايح من وسط البلد متجه لمحور 26 يوليو على كوبري 15 مايو هنلاقي انه في سيوله مروريه. لو نزلنا هنا ده طبعا دي منطقه ميدان سفنكس، برضو هنلاقي انه في سيوله مروريه في الاتجاهين سواء اللي رايح للعجوزه او القادم من العجوزه رايح على شارع احمد عرابي او رايح لجامعه الدول العربيه. اخيرا معانا اخر كاميرتين زي ما احنا شايفين ده كوبري اكتوبر، كوبري اكتوبر برضو فيه سيوله مروريه وبعض الاحجام المروريه لكن في سيوله بشكل ما، لكن الاتجاه الاخر القادم من القاهره متجه لمناطق الجيزه في سيوله مروريه كويسه جدا، لكن ناخد بالنا انه بدات تظهر بعض الاحجام المروريه في الاتجاه القادم من الجيزه ورايح على مناطق القاهره والزمالك. واخيرا معانا طبعا ميدان القصري سواء الاتجاه اللي رايح لمحور 26 يوليو او المنطقه الصناعيه، ففي سيوله مروريه كويسه مفيش اي مشاكل في منطقه القصري في مدينه السادس من اكتوبر. اذا هنلاقي انه في بعض الاحجام المروريه بدات تظهر على كوبري اكتوبر وايضا على كوبري 15 مايو، فناخد بالنا من الاتجاهين دولت، وفي الاخير بنتمنى السلامه للجميع. شكرا زميلنا محمد الأيوبي، اعتقد عرفنا كده حاله شوارعنا في اغلب الشوارع المصريه علشان تبقوا عارفين ايه الطريق اللي تسلكوه وانتوا نازلين مشاوركم واشغالكم. بصبح عليك يا محمد مره تانية.